بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي توبيك اسمه ثيرابي اكسترا كوربوريال ثيرابيز. قرب معناها بودي، يبقى اكسترا كوربوريال احنا بنعالج اوتسايد ذا بودي، يبقى عكسه انترا كوربوريال نعالج انسايد ذا بودي. والانترا كوربوريال هو اساس العلاجات بتاعتنا كلها، يعني اي ميديكيشنز بياخده هو بيشتغل انترا كوربوريال. لو مثلا ادينا جراح مثلا فتح عمل ريسكشن استموزس عمل كوليسيستكتومي، كل ده انترا كوربوريال. دخلنا مثلا في رينال ستونز عملنا جراحه شلناها، او دخلنا باندوسكوب وشلناها او فتتنا الحصوه دي، فده يعتبر انترا كوربوريال. بعكسها مثلا هيبقى اكسترا كوربوريال اللي هو اكسترا كوربوريال شوك ويف لايثوتريبسي، من بره احنا ما دخلناش البودي جوه، لكن من برنا سلطنا شوك ويفز وفتتنا الستون اللي موجود، فده يعتبر اكسترا كوربوريال. اشهر مثال لينا احنا في الانترا كوربوريال اللي هو البريتونيال دياليسز، احنا بنعمل دياليسز انسايد ذا بودي، فده يعتبر انترا كوربوريال. لكن اكسترا كوربوريال هيبقى الهيمو دياليسز. هيمو دياليسز احنا خدنا البلاد من البيشنت، خرجناه بره، مررناه على دياليزر، دياليزر هنا من قدام دياليسز سوليوشن ابتدى يحصل الديفيوجن، شلنا اليوريميك توكسنز، شلنا اليوريا والكرياتينين، شلنا الاكسس بوتاسيوم الاكسس فوسفيت، اضفنا للبلاد بايكارب عشان نصلح الاستوزيس، اضفنا كالسيوم، عملنا الترا فلتريشن وشلنا الميه. كل التريتمنت اللي حصل هو حصل اوتسايد ذا بودي، وبالتالي هو يعتبر اكسترا كوربوريال ثيرابي. السي ار ار تي، الهيمو بيرفيوجن اللي هنتكلم عنه في المحاضره اللي هتبقى بعد دي. الهيمو بيرفيوجن عباره بيستخدمه عشان يشيل بويزنز من البيشنت، مثلا عندهم توكسيستي بحاجه معينه، فبناخد بلاد بره نعديه على كارتريج في اكتيفيتد شاركول، يبتدي هو ياخد البويزنز دي بره، فده يعتبر اكسترا كوربوريال ثيرابي. الليفر دياليسز اللي اتكلمنا عنه في محاضره الهيباتورينال. عندنا كمان الايكمو، الايكمو ده اكسترا كوربوريال ممبرين اوكسجينيشن. بيشنت عنده مشكله في الهارت واللنج، خدنا البلاد بره، عملنا له اوكسجينيشن ورجعناه تاني. زمايلنا في الكارديو سيرجري اللي بيشتغلوا اوبن هارت، هو شغال بياخد البلاد بره في اكسترا كوربوريال سيركيليشن، يبقى شغال على طول وفي اوكسجينيشن، وهو طول ما هو شغال ويبقى بيرجع البلاد للبيشنت، فكل ده يعتبر اكسترا كوربوريال ثيرابي. من الاكسترا كوربوريال ثيرابي اللي هو يهمنا بقى النهارده هيبقى موضوعنا اللي هو الثيرابيوتيك افريزيس. وكلمه افريزيس معناها سيبريشن، يعني انا هعمل فصل لمكونات البلاد نفسه، البلاد كونستيتيوتس. البلاد بيتكون من سيلز وبيتكون من بلازما، فاحنا ممكن نفصل البلاد سيلز فدون عليها سايت افريزيس، وكل ممكن نفصل البلازما نقول عليها بلازما افريزيس. البلاد سيلز احنا ممكن نوصل الوايت بلاد سيلز لوحدها يبقى اليوكافريزيس، زي بيشنت عنده مثلا اكيوت مايلود ليوكيميا، او نفصل ار بي سيز يبقى اريثروسايتافريسيز، زي بيشنت عنده سيكل سيل كرايسيس، او نفصل البليتلس يبقى ثرومبوسايتافريسيز، زي اي حاجه بقى زود البليتلس بكميه كبيره زي مثلا الاسينشال ثرومبوسايتين، يبقى دي كلها بنقول عليها سايتافريسيز وحسب ايه نوعها. عشان نفصل البلازما اللي هو بلازما فريسيز، دي اسم تاني اللي بنقول عليها ثيرابيوتيك بلازما اكسشينج، وده ان شاء الله هيكون عنوان محاضرتنا النهارده، وهنتكلم منه ان ديتيلز وعلاقته بينا في النيفرولوجي. هنتكلم بقى على الميكانيزم اوف ثيرابيوتيك بلازما اكسشينج. اول حاجه ان احنا ممكن ريموفال اوف ابنورمال سيركليتنج فاكتور، يعني ايه؟ يعني في حاجه في البلد في البلازما دي انا عايز اشيلها، فهشيل البلازما اللي فيها الفاكتور وادي له بلازما تاني كلين نورمال فيها ما فيهاش الفاكتور اللي هو ايه الهارمفول ده. فاول حاجه ممكن يكون انتي بودز، بيشنت عنده انتي جي بي ام ديزيز، فهو انا عايز اشيل الانتي جي بي ام انتي بودز. بيشنت عنده مايستينيا جريفز، فانا عايز اشيل الانتي استايل كولين ريسبتور انتي بودز. بيشنت عنده جوالين باري سندروم، فانا عايز اشيل الانتي جانجليوسايد انتي بودز، فهنا انا بشيل انتي بودز. لكن ممكن اشيل حاجات تانية زي المونوكلونال بروتينز، زي الفالدنستروم ماكروجلوبينيميا، او بيشنت عنده مالتيبل مايلوم، فانا عندي بار بروتينز هنا بشيلها، او يكون سيركليتنج ايمين كومبلكس زي مثلا كرايجلوبينيميا او لوبس. ممكن يكون قالوا انتي بوديز زي مثلا الار اتش ال ايمونايزيشن ان بريجننسي، والانتي اتش ال انتي بوديز لما يكون بيشنت عايز اعمله ديسنسيتيزيشن في البريجننسي، او بيشنت عنده انتي بودي ميديت ريجكشن، فانا بشيل الانتي بودز دي كلها. في كمان او توكسيك فاكتورز، بيشنت عنده بويزنز، فممكن البلازما اكسشينج نشيل البلازما اللي فيها التوكسين ونحسن الموضوع. يبقى انا هنا شلت ايه فاكتور من البلازما، يبقى هنا بقول عليها حاجه اكسشينجبل، اكسشينج البلازما ببلازما تانية عشان اشيل حاجه هارمفول وادي بلازما تانية نورمال.
ممكن ما يكونش عندي حاجة abnormal عايز اشيلها، لكن انا عندي البلازما deficient في فاكتور معين، زي مثلا ايه التي تي بي. هو هنا التي تي بي البيشنت ما عندوش ادم تي اس 13، فانا هشيل البلازما اللي ما فيهاش ادم تي اس 13 واديله نورمال بلازما فيها الانزيم. خلاص، يبقى احنا هنا بنعمل ريبليسمنت للسبيسيفيك بلازما فاكتور. يبقى هي فكرتها بالظبط، يا اما انا عندي حاجه اكستشينجبل يا اما تكون حاجه ريبليسابل. خلاص، دي الفكره. او ممكن يكونوا الاثنين، يعني في التي تي بي هنا هو انا عايز اديله بلازما فيها، عايز اعمل ريبليسمنت للبلازما اللي هي ما فيهاش انتي ادم تي اس 13، اديله واحده ثانيه، وفي نفس الوقت عايز اشيل البلازما اللي موجوده لان فيها اللارج بوليمرز اوف ذا فانفل براند فاكتور، وفيها ممكن يكون الانتي بوديز اجينست الادم تي اس 13. يبقى في اكستشينجبل فاكتور وريبليسابل فاكتور في التي تي بي. يقال كمان اللي بيبقى ليها افكت على الاميون سيستم انها بتحسن الفانكشن اوف ريتيكولوجيكال سيستم، بتحسن السيل ميديت اميونيتي، وممكن كمان انها تبتدي تشيل بعض الانفلاماتوري ميديتورز زي بعض السيتوكاينز وزي الكومبلمنت. البرنسبلز اوف تريتمنت هنا مهمه قوي ان احنا نفهم فكره البلازما اكستشينج. يعني انا عندي اوريدي فورمد انتي بوديز، فانا هشيلها بالبلازما اكستشينج. طب ما زال عندي الاميون سيستم والبروديوس نيو انتي بوديز، يبقى البلازما اكستشينج لوحده ما ينفعش استخدمه كتريتمنت، لازم يكون معاه كونكوميتنت يوز اوف ايمينو سبريسيف ميديكيشنز. انا بشيل الاوريدي فورمد انتي بوديز بالبلازما اكستشينج وبمنع تكوين نيو انتي بوديز بالايمينو سبريسيف ميديكيشنز. يبقى ده ايه مهم قوي. النقطه الثانيه الايرلي تريتمنت، يعني هل طيب ممكن ان انا ممكن اضرب الايميون سيستم بالايمينو سبريسيف ميديكيشنز مناعه الجديد، والانتي بوديز اللي موجوده فورمد اوريدي دي هتاخد وقت وليها هاف لايف وهتنتهي، تاخد لها مثلا اسابيع. لكن ده ممكن يحصل في حاجات معينه مثلا زي اللوبس، لكن في حاجات معينه وجود الانتي بوديز اللي موجوده بتؤدي الى رابيد ديتوريشن اوف ذا اورجانز اللي عندي، وممكن تعمل لايف ثريتنينج كونديشنز. يبقى في الحاله دي انا مش هقدر استنى ان الانتي بوديز دي تروح مع الوقت، يبقى لازم اتدخل واشيلها. زي مثلا حاله الانتي جي بي ام ديزيز، الانتي جي بي ام ديزيز بيحصل رابيدلي بروجريسيف جي ان هنا، فبيحصل الكريسنس اللي بتتكون بتبتدي يحصل لها رابيدلي انها تتحول الى فايبرس كريسنس، وبالتالي تبقى ريفرسبل، والكيدني دامج يبقى مش هترجع تاني وتبقى ريفرسبل. فعشان كده لقوا ان هو افكتيف البلازما بدأنا البلازما اكستشينج لما يكون لسه الايرلي بيشنت بيجيب يورين والسيرم كرياتين اقل من 500 او اقل من 5.6 ملي جرام بالديسيليتر، ممكن يحصل ريكفر. يبقى انا هنا بشيل الانتي بوديز اللي هي اوريدي فورمد لان ليها تاثير سريع. لكن في ديزيز ثانيه انا ممكن اضرب بس الاميون سيستم بايمينو سبريسيف ميديكيشنز وانتظر الايه الاوريدي انتي بوديز فورمد انتي بوديز دي انها تنتهي ايه لوحدها. ريجاردنج الفارماكوكاينيتكس اوف ايمينو جلوبولينز ريموفال، ايمينو جلوبولينز دي هي الانتي بوديز. طيب احنا هنتكلم على ايه؟ على البلازما هاف لايف، على الاكسترا فاسكولار فيرسس انترا فاسكولار ديستريبيوشن. يعني الايمينو جلوبولينز دي هي موجوده انسايد ذا بلاد فيسلز، وده اللي احنا بنشتغل عليه. احنا بنشيل البلاد اللي جوه اللي هو انترا فاسكولار. طيب هل الاكسترا فاسكولار كميته قد ايه؟ فاحنا بنشتغل على الانترا فاسكولار بس. الحاجه الثالثه الماكرو مولكيولر ريدكشن ريشيو، احنا هننزل في السيشن الواحده قد ايه، زي بالظبط اليوريا ريدكشن ريشيو. كنا بنقول قبل الدياليسيس سيشن اليوريا ليفل كانت 100، بعد الدياليسيس وصلت 40، يبقى اليوريا ريدكشن ريشيو 60%. الري اكوموليشن هيكون تاني، انا بعد ما بشيل بلازما بغيرها هيرجع يتكون تاني، هنتكلم عليه. البيزس فور ثيرابيوتيك بلازما اكستشينج بريسكريبشن، هنعمل بريسكريبشن ازاي للسيشن، والاستيميشن اوف ذا بلازما فوليوم، هنشيل قد ايه من البلازما كل مره. اول حاجه البلازما هاف لايف، طبعا الايمينو جلوبولينز كل الايمينو جلوبولينز دي بيبقى ليه هاف لايف معين. يعني ايه هاف لايف؟ يعني انا تركيزه هيوصل للنص بعد فتره قد ايه. فمثلا انا عندي هنا الاي جي ام 5 دايز، يبقى بعد 5 دايز لو انا افترضت ان مفيش نيو فورميشن للاي جي ام، يبقى الكميه اللي موجوده مثلا لو هي 100 ملي جرام، يبقى بعد 5 دايز هتبقى 50 ملي جرام، بعد انذر 5 دايز هتبقى 25، بعد انذر 5 دايز تبقى 12.5، وهكذا. فهي بتاخد وقت لغايه لما ايه تبقى تختفي تماما. الاي جي اي الهاف لايف بتاعه 6 دايز، الاي جي جي اطول واحد فيهم 21 دايز. وبالتالي لو احنا افترضنا ان انا ضربت الاميون سيستم بايمينو سبريسيف ميديكيشنز، يبقى في وقت معين ممكن ياخد اسابيع لغايه ما بقيه الانتي بودز دي تختفي. فيبقى انا لازم اعرف هنا الهاف لايف بتاعه، يبقى لو بتعامل مع اي جي ام يبقى ممكن هتختفي اسرع من لو بتعامل مع اي جي جي انتي بودز. طيب بفرض ان انا ضربت الايمينو سيستم ومفيش اي نيو فورميشن، طيب الاكسترا فاسكولار فيرسس انترا فاسكولار ديستريبيوشن، احنا بس عندنا الحاجات دي موجوده مين لي انترا فاسكولار ولا اكسترا فاسكولار؟ لو هي موجوده انترا فاسكولار يبقى انا هقدر اشيلها بكميه اسرع،
خلاص. لو هي موجود معظمها اكسترا فاسكولار يبقى انا هشيل كميه اقل وانتظر يحصل ري اكوموليشن تاني وبعدين اشيل وهكذا. لقينا مثلا الاي جي ام لانه هو اكبر مولكيول فيهم يبقى المولكيول بتاعه 900,000 دالتون فهو كبير فهو موجود معظمه انترا فاسكولار 80% منه موجود انترا فاسكولار وبالتالي انا متوقع لو عملت شيلد ستيشن هنا هشيل كميه كبيره. لكن الاي جي اي 50% والاي جي جي 45% يبقى دول انا هشيل كميات قليله وانتظر الري اكوموليشن بعد كده. طيب عندي حاجه اسمها ماكرو مولكيول ريدكشن ريشيو امر عليها ام ار ار زي ما قلنا هتبقى زي اليوريا ريدكشن ريشيو انا بدات بكام وبعد السيشن بقى كام واحسب البرسنتج بتاعته قول ان انا شلت مثلا 40% 50% وهكذا. وطبعا انا متوقع طبعا ده يبقى هي اول سيشن في البلازما اكستشينج هي اكتر سيشن هقدر اشيل فيها كميه كبيره من المولكيولز والامينو جلوبولينز ويبقى دي الام ار ار هي هيكون اكتر برسنتج في اول سيشن على طول وبعد كده هتبقى الكميات اقل بعتمد لسه على الري ديستريبيوشن تاني والري اكيوموليشن. وعلى هذا الاساس احنا بنقول لك احنا عايزين نشيل كميه قد ايه فبنقول مثلا زي ما هنتكلم بعد كده البلازما فوليوم تو بي اكستشينجد مثلا هنحسب البلازما فوليوم بتاع البيشنت ايه ونشيل مثلا 1 بورشن او 1.5 او 2 بورشنز وهكذا وده هيبقى فيه تفصيل ان شاء الله. الحاجه اللي بعد كده اللي هو الري اكيوموليشن انا شلت البلازما الامينوجلوبين زي في البلازما دلوقتي لكن هيحصل ري اكوموليشن تاني من الاكسترا فاسكولار للانترا فاسكولار تاني ده بيبقى ايه بيجي منين هو المولكيولز هنا كبير فهو عشان يتحرك من مثلا من الاكسترا فاسكولار انترا فاسكولار من خلال السيل كابيلاري ميمبرين ده صعب لانه كبير كميه قليله جدا بيحصل كده لكن معظمها بتكون من خلال الليمفاتيك درينج هي اللي هتبتدي تجيب لي من الاكسترا للانترا فاسكولار تاني يبقى ده الريديستريبيوشن. والحاجه الثانيه ان هو ريسينثيسيس انا الاميون سيستم عمال يكون لي انتي بوديز جديده فيبقى عندي ريديستريبيوشن وعندي ريسينثيسيس اللي طبعا لما بضرب الريسينثيسيس بالايمو سبريسيف ميديكيشنز اللي هو ممكن ياخد وقت عبال ما يشتغل. يبقى احنا كده اتكلمنا على البلازما هاف لايف واتكلمنا على الديستريبيوشن واتكلمنا على الماكرومولر ريدكشن ريشيو واتكلمنا على الري اكوموليشن. هنبتدي نتكلم بقى على الكاينتيك بيزس اوف بلازما اكستشينج بريسكريبشن. البلازما كاينتكس احنا دايما بنشيل تقريبا من 1-1.5 بورشن اوف ذا بلازما. هنحسبها كمان شويه ازاي بنحسب البلازما فوليوم وهنعملها يا اما نعمل بلازما اكستشينج ديلي او افري اذر داي. طب ده هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على الديزيز بروسيس والتايمنج فور ريديستريبيوشن. يعني مثلا عندنا لو هو الانتي بودز دي اي جي ام الاي جي ام هو ليها شورت هاف لايف يبقى هي بتتكون بسرعه يعني الري فورميشن هيبقى سريع. الحاجه الثانيه انها بيج مولكيول فهي ميلي موجوده انترا فاسكولار ده هو هنا 900 كيلو دالتون و80% منها انترا فاسكولار وبالتالي هنا هيبقى الديلي سيشنز هيبقى افضل لان انا عندي هو مينلي انترا فاسكولار وبيج مولكيول والشورت هاف لايف بتتكون على طول فيبقى هنا ممكن اعمل ديلي بلازما اكستشينج. لكن اكزامبل مثلا الاي جي جي انتي بوديز هنا ليها لونج هاف لايف 21 يوم وفي نفس الوقت هي مينلي اكسترا فاسكولار 45% انترا فاسكولار واللي هي مولكيول صغيره فبالتالي الريديستريبيوشن هياخد وقت شويه وادي له تايمنج عشان يبتدي يجي من الاكسترا فاسكولار للانترا فاسكولار فبالتالي هنا ممكن نعمل ايه افري اذر داي هيكون مناسب ليها. فاحنا دايما بنبقى حسب الديزيز لما نيجي نتكلم في المحاضره اللي جايه هنتكلم على كل انديكيشن لوحده وهنقول احنا بنستخدمه ديلي ولا افري اذر داي وده بيكون على هذا الاساس فهو دايما بيبقى امبيريكال. لكن في بعض الانتي بوديز بتبقى ميجرابل يعني مثلا الانتي جي بي ام انتي بوديز انا ممكن ابتدي اقيسها فاحنا ممكن نعمل ميجرمنت ديلي واقدر احدد اذا انا محتاج ديلي ولا لا او افري اذر داي. اخر حاجه نتكلم بقى عليها في الفارماكوكاينتكس اللي هو الاستيميشن اوف ذا بلازما فوليوم انا عايز اعمل اكستشينج بلازما فوليوم قد ايه. طبعا انا هنا بيبقى ليها اكويشنز معينه ان بنحط فيها الهايت والويت اوف ذا بيشنت والهيماتوكريت. ليه الهيماتوكريت؟ لان احنا دايما عندنا البلد لما نعمله سنترفيوجيشن نفصله هو عباره عن بلازما والسيلز السيلز دي معظمها الار بي سيز فبنحسب الهيماتوكريت قد ايه يبقى الباقي هو البلازما. لكن هو غالبا احنا بنشتغل عليها بنبقى حسب اللين بودي ويت ان احنا بندي من 35 ل 40 ملل لكل كيلوجرام من اللين بودي ويت
ومعنى لين بودي ويت اللي هو البيور بودي ويت، يعني ما يكونش البيش اديمتس واحسب الويت ده كله لان ده معظمه ميه، او يكون فات معظمه فات، فيبقى ده ايه او يعني في حالات الاوبيز دي بالتالي ما احسبوش. فاللين بودي ويت هنحسب من 35 ل 45 ملي لتر بير كيلو جرام. فمثلا عندنا لو بيشنت عنده 70 كيلو وده وزنه، هنضرب ايه ال 70 في 40 هيطلع لي 2800 ام ال. دي البلازما اوف ذا بيشنت، الفوليوم اوف ذا اوف ذيس بيشنت، الفوليوم قد ايه يعني البيشنت ده فيه بلازما 2800. فال 2800 دي هنقول عليهم 1 بلازما فوليوم. حسب كل ديزيز لما نيجي نتكلم عليها انت عايز تشيل قد ايه، هنشيل 1 بلازما فوليوم ولا 1 اند هاف ولا 2 بورشنز، هنبتدي نحسبها كده. يقول لك انت عايز البلازما فوليوم تو بي اكستشينجد قد ايه، بنقول 1 او 1.5 او 2 وهكذا. طيب فاحنا ده اللي هو ال 2800 ده يبقى البلازما فوليوم هنقول عنده 1 بورشن تو بي اكستشينجد خلاص. يبقى انا مثلا 1 بورشن يبقى هيساوي 2800. طيب لو عملنا كده الام ام ار ريدكشن ريت كام؟ هتبقى 63%. طب لو هو 1.5 فوليوم يبقى كان ال 2800 في 1.5 هيطلع 4200 ام ال، دول يعملوا لي ام ام ار حوالي 78%. طب لو هو 2 بورشن يبقى حوالي يبقى 2800 في 2 يطلع 5600، ده يعمل لي حوالي ايه 86%. يبقى انا شلت من حوالي لو انا عملت 2 بورشنز او 2 بلازما اكستشينج فوليوم يشيل لي حوالي 86% من اللي موجود انترافاسكولار. لكن هو لو كميته معظمها اكسترا فاسكولار انا بشيل من الانتر فاسكولار ريدكشن ريشيو قد ايه، وبعد كده يبتدي يحصل ري اكوموليشن تاني، يبقى هنعمل السيشن اللي بعديها نشيل. يبقى دايما اول سيشن هيبقى الام ار ار عالي جدا فيها. طيب يبقى ده كده هيعتمد علينا ان احنا ازاي هنكتب البريسكريبشن. يبقى احنا دايما بنحدد البلازما فوليوم اللي انت عدى قد ايه، 1 ولا 1.5، والسيشن هتبقى ديلي ولا افري اذر داي، وطبعا هيبقى معاها ايمونو سبريشن لو حاجه ايه ايميون ديزيز. التكنيك اوف بلازما اكستشينج احنا عندنا طريقتين. الحاجه الاولانيه بنسميها ميمبرين بلازما سيبريشن اللي هو بنقول ام بي اس، وده بيبقى عباره عن فلتر زي بتاع الدايلايزر بتاع الهيموداليسيس، لكن بيبقى ليه بورز كبيره، بيبقى لارج ممكن تعدي اب تو 3 مليون دالتون، فهي كبيره قوي. وده ممكن نستخدمه بالدايلايسيس ماشين العاديه، يعني هنركبه برده بيبقى لاينز معينه بالدايلايزر بتاعه ونوصله بالبلازما فليكس العاديه او المالتي فلتريت او حتى هيموداليسيس ماشين العاديه. الحاجه الثانيه اللي هي سنترفيوجال افريزز. السنترفيوجيشن هنا بيعتمد على ايه؟ ان انا باخد البلد بعديه على سنترفيوجيشن، فبيعتمد على الجرافيتي وعلى الدنسيتي اوف ذا بلاد كونستيتيونتس والسيلز اللي فيه، فيقدر يعمل لها ايه سيباريشن. طبعا ده احنا في الغالب في البراكس بنستخدم اللي هو الام بي اس، لكن السنترفيوجيشن بيستخدموا غالبا اللي هم البلاد بانكينج، يعني لانه هم بيجوا الدونر يدي بلاد، هم عايزين يعملوا سيباريشن لمكونات البلاد ده، فبالتالي لما يجي بيشنت يحتاج بلاد مش يديله الهول بلاد، لا يديله اللي هو يا اما بلازما لوحدها يا اما باكد ار بي سيز لوحدها او بليتلتس لوحدها، فهم دايما الغالبا اللي هم بيستخدموا. واتفر اي طريقه منهم احنا ممكن نستخدمها في البلازما اكستشينج، لكن كل واحده ليها ادفانتجز وديس ادفانتجز. الام بي اس مميزاته ان هو فاستر سريع. حاجة تانية ان هو سمولر ايكويفلنت، انا كل ما عندي الفلتر بتاعه بالبلاد لاينز، ان هو مش بيحتاج ستريت زي السنترفيوجيشن. لكن ميزه السنترفيوجيشن انه ممكن اعمل سايتوفريسز، يعني ممكن افصل السيلز، لكن هنا انا مش هقدر اعملها هنا من مع الام بي اس. الحاجه الثانيه بيبقى مور افيشنت، يعني هو ده اسرع لكن ده بيبقى مور افيشنت. هنا مش هحتاج هيبرين ماشي، ان انا مش محتاج كاثيتر السنترال فينس كاثيتر عشان اخد منها. هنا بيكون انا بحتاج سنترال فينس، انا بعمل بلاد فلو عالي، فانا مثلا في الافريج 100 ل 150 ام ال بير مينيت، فده مش هقدر اجيب بريفرال فين عادي اخد منه، فلازم انا هلجا ان فاسكولار اكسس، يا اما هحط بقى في حاجه جاجلر يا اما حاجه فيمورال او حتى سب كليفن. لكن هنا ممكن من بريفرال فين يكون كبير شويه، غالبا بيجي هنا من الانتي كيوبيتال، ناخد الفين ممكن نمشي على 40 50 ام ال بير مينيت بالكتير خالص. فدي مميزات كل واحده فيهم. الديس ادفانتجز هنا لو جينا في الام بي اس ان هو الريموفال اوف سبستنس بيبقى ليميتد بالسيفنج كوفيشنت اوف ذا ميمبرين، اتكلمنا عنه في محاضره الدايلايزر. الافشنسي بيقل لو الموركيوز اللي انا عايز اشيلها كبيره، يعني لو بيشنت عنده هايبر فيسكوستي سندروم او كرايجلوبونيميا اللي هنا الموركيوز كبيره فالافشنسي هتقل، فعشان كده هيبقى احسن نعمله سنترفيوجل.
ما يقدرش يعمل لي سايتوفريسز زي ما هنا زي ما قلنا، وهيحتاج هاي بلاد فلو قلنا 100 150 امل بير مينيت، هيحتاج سنترال فينس كاثيتر، وبيحتاج هيبرين كانتي كوجولنت. فلو البيشنت عنده بليدنج تندنسي مثلا زي عنده تي تي بي وعنده ثرومبوسايتوبينيا، ففي الحاله دي الريسك ايه هيكون عالي. طيب عيوب السنترفيوجال افيريسز ان هو بيبقى لارج هيفي اكويبمنت، الاكويبمنت كبيره وهيحتاج ستريت بمشاكلها اللي نتكلم عنها كمان شويه، وبيفقد برضو لانه بورز كبيره ممكن يفقد بعض البليتلز فيه مع السنترفيوجيشن، فدي ايه عيوب. فاحنا عندنا طريقتين اللي هو ميمبرين بلازما سيباريشن، ودي ممكن نستخدم الهيمو داليسيس او بلازما فليكس عادي، والسنترفيوجال افيريسز ده الفضل ده غالبا اللي احنا بنستخدمه، وهنا البلاد بانكينج غالبا بنستعمل ده. كل واحد دي مميزات وعيوب، هتلاقي مميزات ده هو الديس ادفانتجز بتاع التاني والعكس صحيح. ريجاردنج الفاسكولار اكسس، احنا هناخد بلاد من البيشنت لبره، هنعمل اكسترا كوربورال ثيرابي، فاحنا هنركب لارج بول دبل يومن كاثيتر زي بتاع الهيموداليسيس بالظبط اللي هو التمبرور كاثيتر المهوركر. لكن في بعض الانديكيشنز اللي هنتكلم عنها في المحاضره اللي جايه بيكون ليها ان ليها كرونيك نيتشر، يعني بيشنت مثلا عندهم هوموجينس فاميليال هايبر كوليستراليميا، فدول بيحتاجوا سيشن مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين حسب الليفل قد ايه بتاع ال دي ال. ففي الحاله دي انا مش كل مره هقعد اركب سنترال فينس كاثيتر واعمل له غسيل، فممكن في الحاله دي نركب بيرمننت اكسس، يا بيشنت يعمل اي في فيستولا او جرافت او ان هو يركب بيرميكاثر. طيب بالنسبه للانتي كواجلانس، طبعا احنا بناخد بلاد بره هيبقى في ريسك اوف كلوتنج، يبقى في الحاله دي لازم ندي انتي كواجلانت. فعندنا اللي هو الهيبرين، وده غالبا اللي بنستخدمه مع الام بي اس، او ممكن حتى مع الام بي اس نستخدم برضو ستيروجينال ستريت، لكن هو ده الغالب هنا. الدوز بتاعها احنا بتبقى اندفيدجوالايز ترايل اند ايرور، لكن في بعض الحالات احنا بنزود شويه لو الهيماتوكريت قليل لان الفوليوم ديستريبيوشن بيكون عالي، او لو انا بستخدم هاي بلازما فلتريشن ريت لان هيفقد مع الفلتريشن ده هيبرين كتير، فلازم ازود الدوز بتاعته. الستريت ده اللي احنا غالبا بنستخدمه مع السنترفيوجيشن. خلاص الستريت بيشتغل ازاي؟ كنا اتكلمنا عنه في محاضره الانتي كواجلانتس في الهيموداليسيس، انه هو بيعمل كيليشن للكالسيوم، والكالسيوم ده وان اوف ذا كواجليشن فاكتورز، وبالتالي هيمنع ثرومبوس فورميشن. بس نتيجة انه بيعمل كليشن للكالسيوم يبقى الايونايزد كالسيوم ممكن يقل، ويدي الانفيرميستيشنز بقى اثناء الدياليسيس غالبا بيجي بيري اورال باراستيزيا، او ممكن يبقى فيه تويتشز او مثلا مايوكلوناس، او حتى اب تو سيجرز ممكن تحصل او تيتاني، ممكن يعمل اريدمياز. فدي كلها حاجات احنا بنحطها في الاعتبار، وممكن يعني نبتدي بقى ندي بروفيلاكتيك كالسيوم مثلا كربونيت، او ندي انترافينس كالسيوم جلوكونيت، هنتكلم عنه مع الكومبليكيشنز ان شاء الله. برضو الكالسيوم دوت انه هو طبعا الستريت ده المفروض انه طبيعي ما بيخش الجسم، بيروح الليفر ويتحول الى بايكارب، وبالتالي انا هنا ممكن ده يزود الريسك اوف ميتابوليك الكالوزيس، وخصوصا اذا كنا احنا كمان بنستخدم كريبليسمنت فلويد اللي هو اف اف بي اللي هو البلازما، لان البلازما عشان تبقى ستورد وما يحصلهاش كلوتينج بتبقى محطوط فيها كمان ستريت، فالستريت بحوالي 14% من الفوليوم اوف ذا بلازما، يعني البلازما البلازما الكيس البلازما فيه حوالي 200 ml، 14% منهم ستريت، يبقى على 200 دول هيطلع حوالي 28 ml بس ستريت. فالستريت ده مع الستريت ده يروح الليفر يتحول لبيكار، فيدخل البيشنت في ميتابوليك الكالوزيس. وعشان كده لو احنا هنستخدم اف اف بي از ريبليسمنت فلويد يبقى في الحاله دي لازم نقلل الدوز بتاعه الستريت كانتي كواجل. طيب نيجي نتكلم بقى على الريبليسمنت سوليوشن، انا هاخد بلازما من البيشنت هرجع له لازم اعمله ريبليسمنت بدلها. طيب هل ممكن نستخدم مثلا نورمال سالاين او مثلا رينجر او حاجه اي كريستالويد؟ قال لك لا، لان الكريستالويد ده هيقلل لي الانكوتيك بريشر. معنى الانكوتيك بريشر دايما احنا كنا اتكلمنا قبل كده قلنا الاوزمولاليتي هي عباره عن النمبر اوف اوزمولز اللي موجوده في السوليوشن، وقلنا الانترا سيلولر بيساوي الاكسترا سيلولر اوزمولاليتي، فلو واحد فيهم زاد المية هتتحرك من اللور كونسنتريشن للهاير كونسنتريشن، فبالتالي المية تتحرك حسب الاوزمولاليتي. الانكوتيك بريشر هي حاجة بتحاول تحافظ على المية inside the blood compartment، فهنا مثلا بيبقى ميل للبلد ايه بروتينز نفسها ومنهم منه ايه الالبومين، وبالتالي انا لو اديت حاجة كريستالويد هيبتدي المية ممكن تخرج برا ويقل الانترافاسكولار فوليوم ويبتدي يخش الانترافاسكولار فوليوم ديبليشن وهايبوتنشن، فعشان كده لسه بنستخدم حاجه كولايد. فعندنا حاجتين، يا اما بنستخدم الالبومين بتركيز 5% يا اما بنستخدم الاف اف بي اللي هو فريش فروزن بلازما.
قلبه من 5%. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا قبل كده اي فلويد او سوليوشن مكتوب عليه رقم ببرسنتج، الرقم ده هو نمبر اوف جرامز بير ديسيليتر لكل 100 ام ال. فقالوا 5% يعني عندي 5 جرام لكل 100 ام ال من السوليوشن ده. طيب احنا اكشوالي ما فيش قلبه من 5%، احنا اللي عندنا 20%. يبقى في الحاله دي احنا هنجيب بوتل 500 ام ال نورمال سالين، هنشيل منها، عايزين نركب انه عشان نعمل منها من الالبومين 5%، يبقى هنخلي 3 بورشنز من النورمال سالين و1 بورشن من ال 20% البومين. فيبقى هنشيل من ال 500 ام ال 125 ام ال من النورمال سالين ونحط بداله البومين 20%. فلو عملنا الميكس ده هيبقى تركيز البوتل اللي هو 500 ام ال هيبقى 5%. و5% ليه؟ عشان ده قريب من تركيز البلد نفسه والانكوتيك بريشر بلازما، يعني هو البلازما في البلد يعني بتبقى 35 ل 50 جرام بير لتر. طيب ده تركيز الايه؟ الالبوم. طيب فريش فروزن بلازما يعني ايه؟ فروزن يعني ان هي متجمده فريزد. فاحنا لما بنفصل البلازما بنشيلها ات ماينس 30، فتبقى دايما لما بتجيلنا بتبقى فريزد. فانا وكلمه فريش معناها ايه؟ معناها ان انا لما الدونر جه اتبرع بالبلد، فانا عملت سيبريشن للبلازما خلال 6 ساعات وعملت لها فريزنج على طول. ليه 6 ساعات؟ لان لو عملت فصل في اول 6 ساعات انا البلازما تقدر تحتفظ بالكلوتينج فاكتورز افكتيف، فلما اعملها فريزنج واجي اخدها بعد كده ما زالت هي محتفظه بالكلوتينج فاكتورز، والكلوتينج فاكتورز دي ممكن تعيش. يعني البلازما فريش فروزن بلازما ده ممكن يقعد في الفريزر عندي لمده 1 year، فانا اخده بعد 1 year يبقى زال اسمه فريش، فريش فروزن بلازما. فدي ايه؟ عشان دي معنى كلمه فريش بلازما. طيب كل واحد فيهم ليه ادفانتجز وديس ادفانتجز. هنلاقي الادفانتجز بتاعت الالبومين هي الديس ادفانتجز بتاعت البلازما، والديس ادفانتجز بتاعت الالبومين هي الادفانتجز بتاعت الاف اف بي. فنيجي بالنسبه للالبوم، مميزاته ايه؟ انه نو ريسك اوف هيباتايتس. ليه؟ لان انا الالبوم ده احنا بنجيبه منين؟ بناخده من البيشنتس برضو، من دونرز كتير، وبيبقى بول بنقول عليها هيومن البومين، وبس بنعمله بيتعالج بطريقه معينه، فالريسك اوف ترانسميشن هنا بيبقى زيرو تقريبا. لكن عكس هنا مثلا في اللي هنا هيبقى ما زال في ريسك اوف هيباتيتس اند اتش اي في. طبعا السكرين دلوقتي للبلد بيبقى عالي جدا وريسك قليل جدا، بس ما زال قائم، لكن هنا مش موجود. الحاجه الثانيه الالبوم ده ستورد ان روم تمبريتشر، هيبقى على الكاونتر كده هاخده واديه للبيشنت. لكن الفيف اف اف بي ده مجمد، يبقى انا لازم ايه اعمله؟ يبقى في ذس ماست بي ثود، بحطه في ووتر باث ونسيحه ويبقى قريب من البودي تمبريتشر وابتدي اديه. الحاجه الثالثه هنا انه ملوش الالرجيك رياكشن، دي بتبقى فيري رير، لكن هنا بتبقى كومن عنه شويه يحصل الالرجيك رياكشن اب تو انه يحصل انافيلاكسيس. هنا مش محتاج اي بي او كومباتيبلتي، لكن هنا لازم يبقى البلاد جروب هنا زي الايه البيشنت. ليه؟ لان البلازما دي فيها انتي اي بي او، فلو بيشنت مثلا هاخد من بيشنت الدونر اللي هاخد منه بلازما مثلا ايه وانا عندي انتي ايه، يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل مشكله رياكشن، يبقى لازم يكون في اي بي او كومباتيبلتي. هنا في الالبومين ما بيحتاجش، ما بيبقاش ستورد في الستريت، لكن البلازما بتبقى فيها ستريت لود، وزي ما قلنا هيبقى الكومبليكيشن بتاعها ان هو قلل الايونايزد كالسيوم، وكمان هيقلل لي او يزود الريسك اوف ميتابوليك الكالوزس. طيب بالنسبة لمميزات الـ FFB انها فيها coagulation factors، دي بلازما فيها coagulation factors، لكن هنا في الالبومين مش هيبقى فيها coagulation factor. الحاجة التانية هنا مميزاتها هيبقى فيها immunoglobulins، البلازما فيها immunoglobulins. هي عيب ان انا ما بنعمل بلازما اكسيتشوت دي البوم انا ما بديش immunoglobulins، لكن هنا بيبقى ايه فيها. الحاجة التانية ممكن يبقى فيها كمان beneficial factors زي الكومبلمنت اللي هو المفيد اللي ممكن يفيد. عيب برضو الالبومين ان هو very expensive، خلاص انت هتستخدم كميات كبيره وفي السيشن الواحده وهو اكسبنسيف. طبعا بلازما برضو اكسبنسيف، بس مش هيبقى بنفس الايه الكوست بتاعه الايه الالبوم. يبقى انا دلوقتي كده الادفانتجز اوف البومين هي الديس ادفانتجز بتاعه الاف اف بي، والادفانتجز بتاعه الاف اف بي هي الديس ادفانتجز بتاعه الالبوم. يبقى احنا عندنا تو ريبليسمنت فلويد هنا اللي حافظوا على الانكوتيك بريشر، قلنا عند الالبومين 5% او ان احنا ندي الاف اف بي. طيب ندي مين فيهم لو عندي الاثنين؟ احنا في الغالب قلنا الالبوم هليبه مميزاته على طول، فاحنا في بنعظم الحياه بنشتغل بالالبوم 5%. لكن هنستخدم الاف اف بي، لازم يكون في حالات معينه لازم ما استخدمش غير الاف اف بي، زي اللي هو التي تي بي اتش او اس، ما ينفعش نستخدم الالبوم هنا. ليه؟ لان انا هنا عايز اعمل بلازما اكستشينج. ليه؟ عشان تو ريبليس الادم تي اس 30، فالادم تي سي 30 مش هيبقى موجود في الالبوم، يبقى انا لازم ادي ايه؟
ادي اف اف بي عشان في الفاكتور. الحاجه الثانيه في التي تي بي بيبقى فيه ثرومبوسايتوبينيا والريسك اوف بليدنج عالي، فبيفضل هنا ان احنا ندي اف اف بي. الحاجه الثانيه الانديكشن اف بي لما يكون في عندي هاي ريسك اوف بليدنج او البيشنت في بليدنج جامد، مثلا عنده الفلر هيمورج او كده، ففي الحاله دي برضه ندي ايه، ندي اف اف بي عشان البليدنج اللي موجود، زي بيشنت داخل كمان يعمل جراحه او خارج من جراحه، في الحاله دي برضه بنفضل ان احنا ندي اللي هو الاف اف بي. طيب في احيانا يعني احنا قلنا ان الالبومين ما فيهوش كواجليتنج فاكتور، كواجليشن فاكتور، فهل هيحصل بليدنج مع لو احنا بنستخدم على طول اف اف بي؟ غالبا سوري الالبومين، قال لك ده مش هيحصل لو احنا بنستخدم افري اذر داي غالبا، لان الكواجلوشن فاكتورز الهاف لايف بتاعها او ممكن تكون كل 24 ل 36 ساعه، فانا لو بغسل ديلي بخاف شويه من البليدنج، لكن لو بغسل افري اذر داي ما بخافش من البليدنج. ده رقم واحد. الحاجه الثانيه ان احنا ممكن لو في ريسك اوف بليدنج عالي شويه ممكن نغسل بالبومين ونيجي على اخر فلويد، مثلا اخر لتر من الريبليسمنت فلويد ممكن ندي اف اف بي مكانه، يعني مثلا هندي 3 لترز ريبليسمنت فلويد، نخلي اول 2 لتر البومين واللتر الاخير يكون اف اف بي، او حتى في ناس يقول لك كميات اقل من كده مثلا 2 تو 4 يونتس من البلازما بس في اخر سيشن، خصوصا مثلا لو في عندي ريسك اوف بليدنج او ان البيشنت مثلا كان لسه عامل ريسنت بايوبسي، ففي الحاله دي ممكن نعمل ريبليسمنت اف اف بي في اخر الايه السيشن. طيب احنا هنا بنعمل ريبليسمنت 100%، يعني انا شلت مثلا 2000 مثلا 800 ام ال بلازما، هدي قدهم 2800 ام ال، لكن لو البيشنت ده اوفرلودد اصلا، ماشي بيشنت مثلا عندنا انيوريك وفي ميه كتير وكده، هل في دي لازم ادي ريبليسمنت نفس الكميه؟ قال لك ممكن نقللها شويه لكن مش هنقل اكتر من 15%، يعني هندي حوالي 85% من اللي المفروض يتاخد، لكن مش اقل من كده، لان لو قللت كده هقلل الانكوتيك بريشر جوه وهقلل الانترافاسكولار فوليوم ديبليشن، والبيشنت هيخش فيه في هاي بوتنشال ويبقى هيمودايناميكلي انستيبل، يبقى مش هنقدر نقلل اكتر من كده. هنكتفي النهارده بالجزء دوت لان المحاضره طويله، والمحاضره اللي جايه ان شاء الله هنكمل الكومبليكيشنز وهنكمل الانديكيشنز بتاعتنا في النيفرولوجي بالنسبه للبلازما اكسشينج. وثانكس فور واتشينج.